ناس كتير بتسأل عن توقعات قرار لجنة تسعير المواد البترولية وخاصة سعر البنزين والسولر في اجتماعها الجاي خلال أيام. يا ترى القرار هيكون إيه؟ ولو الأسعار زادت إيه اللي هيحصل؟ وهي المفاجأة اللي توقعها خبراء الاقتصاد. خلونا نتابع مع حضراتكم. بانكير نبض البنوك. في البداية لجنة مراجعة أسعار المواد البترولية بتنعقد 4 مرات، يعني كل 3 شهور اجتماع، وبتعلن في الأسعار سواء للبنزين أو السولر وغيرها، وده حسب عوامل كتيرة زي أسعار صرف الدولار الأمريكي وأسعار النفط العالمي. خلينا نقول لحضراتكم إن في الفترة الأخيرة شهدت أسعار النفط عالميا تراجع ملحوظ، بالإضافة لاستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار بالسوق الرسمية والموازية، وده حسب رأي وتوقعات الخبراء هيدفع الحكومة المصرية للإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير خلال الربع الثالث من هذا العام الجاري، ودي طبعا بشرة خير وأول ثمار استقرار أسعار الصرف في الأسواق المحلية. مسؤول حكومي كمان توقع في تصريحات لي إن لجنة تسعير الوقود هتاخد قرار بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني واستقرار أسعار الصرف الرسمية. زي ما قلنا بيعتمد قرار لجنة التسعير اللي تأسست في يوليو 2019 في قرارها المرتقب على متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023 ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار. وسجلت أسعار النفط العالمية رابع خسائر فصلية في الربع الثاني من 2023 وتراجعت بنسبة 5.5%، وصل سعر برميل خام برنت إلى 74.9 دولار بنهاية يونيو اللي فات مقابل 79.3 دولار بنهاية مارس، قبل أن يعود للارتفاع في يوليو حيث بلغ خام برنت 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة اللي فات. الحكومة المصرية قدرت سعر برميل النفط عند 80 دولار في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم البواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه. مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق قال إن تثبيت أسعار الوقود هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع في الربع الحالي من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الماضي وكمان زيادة معدلات التضخم في مصر، ولكن قدر ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي وكمان محطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالميا. كمان إلى جانب تراجع أسعار النفط في الربع الثاني واستقرار سعر الصرف، مش هتنسى الحكومة المصرية عند اتخاذها القرار الأوضاع الاجتماعية اللي بتعيشها مصر في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيعيشها. في 105 مليون مواطن مصري بيعانوا في الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء من منتصف يوليو وحتى الآن بخلاف ارتفاع أسعار السلع وكمان الخدمات، ودي كلها أسباب هتاخد الحكومة المصرية في الاعتبار علشان تخفف الناس شوية، لأن رفع أسعار البنزين بيرفع أسعار السلع أكتر بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والوضع الحالي لا يسمح بأي زيادة تانية لغاية الأمور ما تتحسن. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.